بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، حياكم الله في دولة الإمارات بلاد زايد الخير والعطاء والتنمية والاستدامة. Excellencies, dear friends, colleagues, members أعضاء of every delegation, كل ممثلة وكل بعثة، إنه من دواعي الشرف أن أكون معكم اليوم. And I am so glad وأنا سعيد جدا وفخور جدا بأننا رأينا هذه الأيام ونرى هذه الأيام، وقد جاء هذا اليوم وكأول فعل أقوم به كرئيس لمؤتمر الأطراف وأول فعل رسمي أقوم به هو أن أقوم بتقدير زميلي سعادة الوزير سامح شكري. صاحب السعادة، قد قمت بقيادة المؤتمر بحكمة وتكامل وأيضا بشجاعة. نحن نقدر خدماتك وإنجازاتك والتزامك للتغير المناخي، وأيضا دعني أقوم بمشاركة تقديري لكل شخص في هذه القاعة. We come from نحن different نأتي من أمم مختلفة، different backgrounds بخلفيات مختلفة، and different generations. وأيضا بأجيال مختلفة. We share بيد أننا vital. نشارك شيئا مشتركا. At some point في نقطة ما في كل حياة من حياتنا نحن قمنا بعمل اختيار، واختيار يقوم بمساعدتنا في القيام برفع هذه الأثقال من أعبائنا، ونقوم برفع أيدينا ونقوم أيضا بالمضي إلى الأمام. اختيار يعول عليه العديد من الأشياء التي نحن من بينها هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات العربية المتحدة هي مسرورة وسعيدة جدا، وفي نفس الوقت بكل تواضع تقوم بذلك في هذه الحقبة الخاصة بالأفعال المتعلقة بالتغير المناخي. نحن وأنتم تعلمون هذه اللحظة وأهميتها. نحن نشعر كما تشعرون على أهمية هذا العمل، ونرى كما ترون بأن العالم قد قام بالوصول إلى نقطة التقاطع. ونعم، منذ باريس نحن قمنا العمل على بعض الإنجازات، ولكننا أيضا نعلم بأن الطريق الذي سلكناه لم يصل بنا إلى وجهتنا في الوقت المطلوب. تحدث العلم وأيضا قام بالتحدث بطريقة واضحة، وعلى النحو نفسه قد قام بالتأكيد بأن اللحظة هي الآن لإيجاد المسار الجديد، المسار الأوسع الذي يكون واسعا كفاية لنا للتغلب على التحديات وإيجاد الأدوات. الطريق الجديد، المسار الجديد، يبدأ بقرار متعلق بالمخزون العالمي، قرار جديد يتعلق بتسريع وتيرة الأفعال قبل 2030. من خلال ذلك ومن خلال المخزون العالمي لدينا الفرصة للعمل على ثلاث عوامل في وقت واحد. يمكننا أخيرا العمل على المونة والتكيف وجميع معاني التطبيق، والتي تكون تحت مظلة واحدة في نهاية المطاف، من أجل توحيد جميع الجهود للعمل على الإصرار والمشاركات الدولية والربط الخاص بكل شيء متعلق بالأفعال في العالم الواقعي الذي نعيش فيه. إلى جانب ذلك، كل أمة، كل قطاع، وكل واحد منا لديه
دور يجب أن يبدأ فيه الآن مباشرة من جانبي. أنا أتعهد بأنني سوف أقوم بالعمل على ذلك بكل سرعة على الأعمال المختلفة. الأول الذي سوف يقوم بتشجيع المحادثات المنفتحة والنقاشات المنفتحة لكل الأطراف. أنا أطلب منكم أن تبدأوا في هذا المؤتمر تفكير جديد. أطلب منكم أن تقوموا بالتكيف مع طريقة جديدة للتفكير. إلى جانب ذلك أطلب منكم أن تكونوا أن تكونوا على مرونة. ويجب أن نتأكد بأن هذا المؤتمر سوف يقوم بتقديم أفضل الاحتماليات الممكنة. لذلك يجب علينا هيا بنا لنعمل بطريقة فعالة وأن نعمل على ذلك بطريقة سريعة. فضلا منكم. نحن ليس لدينا أي وقت لإضاعته. أصدقائي، أنا أؤمن بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بعكس الروح التي نحتاج إليها في هذا المؤتمر. دولتي هي فقط لديها عامين أكبر مني، وهذا يجعلها دولة صغيرة، دولة صغيرة جدا. إنها أمة والتي جاءت من الصحراء من خلال رؤية واستشراف لوالدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، والإلهامات لتقديمها إلى الأجيال التي تأتي تباعا. والآن بعد 52 عام، هيا بنا لننظر حولنا. ربما نحن أمة صغيرة، ولكن لدينا الدافع الكبير وأيضا التعاون الكبير، وأيضا يكون ذلك من خلال الإرادة والتعاون والالتزام. هذه هي المكونات التي سوف تكون بالعمل على الحمض النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا هو الجوهر من التواصل والعمل على ذلك، والذي أؤمن بأننا يجب أن نقوم بتحديد أيضا الحمض النووي الخاص بمؤتمر الأطراف 28. وهذا يعني بأن هذا إلزاما بأننا لن نقوم بتجاهل أي مشكلة. ونعم، كما أقول دائما، يجب علينا أن ننظر ونتطلع إلى الطرق ونتأكد من الشمولية للجزء الخاص بالوقود الأحفوري. أعلم بأن هناك الوجهات النظر المختلفة الخاصة بالطاقة المتجددة والأشياء الكثيرة. نحن جميعنا بطريقة شمولية لدينا الطريقة والقوة للعمل على ذلك بطريقة استثنائية، وأن نقوم بإيجاد الطرق الاستثنائية نعمل على ذلك. ولذلك أطلب منكم جميعا أن تعملوا معا، أن تكونوا مرنين، أن تجدوا الأرض المشتركة، امضوا للأمام بالحلول والإنجازات، وقوموا بإنجاز الالتزام والتركيز والصمود، ولا تخسروا أبدا النظر إلى الجزء الذي نعمل عليه والهدف 1.5 من حياد الكربون، لأنه هذا هو ما أنا سوف أبقى مركز عليه. أصحاب السعادة، الأصدقاء الأعزاء، نحن جميعا نعلم بأن مفتاح باب النجاح في هذه القائمة من مؤتمر الأطراف هي الخاصة بالتمويل. التمويل لم يكن متاح، لم يكن موصول إليه، ولم يكن ذو بين متناول أيدينا، وهذا أيضا يجعلنا نفكر في كيفية انتهاج التمويل ونتأكد بأننا لا يجب علينا أن نقوم
نزع الجانبين الخاصين بالتطوير والتكيف المناخي. دعوا ذلك دعوا هذا العام يكون العام الذي يقابل فيه التمويل أفضل مستوى. دعوا هذا المؤتمر الخاص بالأطراف يكون الوقت الذي نقوم فيه بالوفاء بالوعود لجميع الأضرار التي لحقتنا وجميع الأضرار التي لحقت بنا وأيضا جميع الأطراف الجميع بكل إخلاص. وما بدأ في شرم الشيخ وما تم إعطاؤه في الوقت الحاسم في أبو ظبي منذ شهور يجب أن يتم تحويله الآن إلى أفعال ويتم صنعه إلى قرار هنا في دبي. And allow me here. ودعوني هنا أيضا أقوم بأخذ وقفة من الصمت لتذكر صديقي الراحل سليم الحق والذي قام بتضحية المسار المهني له للعمل على الأضرار. وأنا شخصيا قد استفدت من نصائحه ومن خبرته خاصة في التحول الذي يقوم بتغيير العالم إلى الاحتياجات الخاصة بالتكيف. أصحاب السعادة، التكيف يجب أن يكون في قلب الأفعال التي نخوضها. يجب علينا أن نقوم بسد ثغرات التمويل، وأيضا يجب علينا أن نقوم بإعطاء الأمل للعالم بأكمله. هيا بنا لنقوم بوضع الطبيعة في قلب الأفعال. هيا بنا أخيرا لنواجه الأفعال الخاصة بالتكيف مثل الماء والطعام والزراعة والصحة. وهذا هو لماذا أنا فخور بأن هذا المؤتمر سوف يكون المؤتمر الأول من نوعه لاستضافة التغير المناخي الصحي.